بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الشافعي رحمه الله وهو أذكى الجميع في ظننا، وكان رحمه الله تعالى قد خلط ما بين علم الأثر وعلم الرأي، وأخرج للناس علم الأصول، وهو عند الكثيرين أفقه هؤلاء الأربعة، وإن كان كلهم ذو فضل. أخذ علم الأثر عن مالك رحمه الله، جلس عند مالك في المدينة، ومر على بغداد، وأخذ عن محمد بن الحسن علما وافرا، ثم توجه إلى مصر، وهناك جدد مذهبه. ولذلك يقال قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد. وكانت مصر عندما دخلها الشافعي رحمه الله زاخرة بعلم مالك، حتى إنه كان يسمع من يصلي بجواره في السجود، يسمعهم يدعون عليه على الشافعي ويقولون اللهم أهلكه حتى لا يذهب علم مالك من التعصب. ثم من الله جل وعلا عليه بنشر مذهبه وعلو منزلته في مصر وفي غيرها من بلاد إفريقيا وفي بعض الديار الإسلامية في الشام مثلا. وهو رحمه الله تعالى كان كما أعطي حظا في العلم أعطي حظا في الأدب والشعر، وله أبيات شهيرة مثل قوله وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، وله أبيات غير هذه، ليس هذا مجال الحديث عنها، لكنه كان إماما عظيما من أئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليه.